أنا اسمي حمد الأمير، خريج دبلوم زراعة، جيت هنا الأردن قبل 5 سنين تقريباً واشتغلت في مجال الورش والبناء، والحمد لله ربنا فتحها علي وبقيت أستلم شغل وورش لحسابي. لا تقول لي ما في شغل بالبلد وما في رواتب كويسة، لا تقول لي ما لقيت وظيفة مناسبة لتخصصي، قوم لاقي لك أي شغلان اشتغلها، بس اشتغل. والبلد دي فيها خير كتير، ربنا يديمها على أهلها. الشغل مش عيب، العيب إنك ما تشتغل.